تعمل وهي مؤمنه بان فلسطين يجب ان تعود الى اهلها ويجب ان تحرر من البحر الى النهر ولو اجتمع كل العالم ضد هذا التوجه نحن في المقاومه نؤكد لشعبنا ولاهلنا في فلسطين باننا لن نتخلى عن فلسطين ولن نساوم على فلسطين ولن نفرط بذرة تراب من فلسطين. <applause> وفي النهاية أريد أن أؤكد أنكم أنتم الأحرار وهم في المنامة الذين يجتمعون هم الخونة وهم المجرمون وهم الإرهاب. نحن حقيقة هذا الصراع وهم الطارئون عليه. نحن الحقيقة مع جماهيرنا ومع قوانا السياسية والشعبية وهم الوهم والسراب. فمن أراد أن يراهن على الوهم والسراب لن يحصل على أي نتيجة. القدس عاصمة أبدية لفلسطين والكيان الصهيوني الى زوال وما النصر الا من عند الله